قلت بأن استطعنا في جهة مراكش السفلي كان عندنا تحدي وحب هاد الناس والمجموعة ديال الأشياء اللي التزمنا بها. فقمنا بعد مجموعة الحوخاء يلاه عام ونص، رغم العراقيل رغم المشاكل رغم جيوب المقاومة اللي كان وجدها في عدة مراحل ديالنا، استطعنا لحد الساعة الحمد لله اللي كان بداو مسح مخششن، استطعنا نبنيو جوج المستشفيات، واحد في إقليم مراكش واحد في إقليم السفلي. استطعنا على أنه نخلقوا مراكز تصفية الدم في الأقاليم بثمانية، وكان بغي نبشر الناس ديال القلعة بأنه تمت غنديروها في الدورة ديال جويي، ستصبح عندنا طريق مزدوجة من مراكش للقلعة وطريق مزدوجة من مراكش أسفي. كذلك الناس ديال علاش قلت لكم كل إقليم، الطريق ديال شيشاوة مراكش شيشاوة على هذيك حتى هي غتصبح عندنا طريق تثنية، معنا جميع تقريبا 4000 واحد المبلغ ديال 3 مليار ديال الدرهم خصناه مع وزارة التجهيز. بهذه المناسبة كنشكروا السي نزار بركة على الدعم ديالو اللي خصنا خاصة بالطرق الجهوية حتى تصبح العاصمة ديال الجهة اللي هي مراكش مرتبطة بجميع الأقاليم بثمانية ديال الأقاليم. كذلك قلت أنا جيت قيت سحمي الخشيشين دار غير كان المحطات ديال أوكيمدن، سيتم إصلاح محطة أوكيمدن الثلجية وراه غادي بدات الانجازات فيها. في اقليم الرحمنة عندنا عده مشاريع مهمه بين السوق ذات المنفعه الوطنيه مارشي دو كروت انترناسيونال، ويكون عندنا في لا كروبول. في اقليم مراكش راه بدينا وهذا اول جهه، واخا معايا الساده الرؤساء الجهات الاخرين، اول جهه استطاع على انه نديروا منطقه صناعيه بوحدنا وغتكون في منطقه تمنصورت. الصورة كذلك عندنا مجموعة ديال الإنجازات اللي غتكون سواء فيما يخص طرق الماء، والتحدي الكبير هو إلا استطعنا في النهاية ديال هاد المدة الانتدابية ولا هاد المنظار على أنه نجزو جميع ما يبقاش عندنا مشكل ديال الماء اللي هو المشكل الكبير والخطير اللي كضرب به الأقاليم الجهة، خاصة ثلاثة الأقاليم الشمال ديال أسفي واليوسفية وشيشاوة وصويرة. حنا بدينا في مشروع كبير في الصويرة في خلق إعطاء ماء صالح للشرب للناس، نتمنوا على أنه في نهاية المدة نكونوا نجزنا جميع المشاريع اللي تعود على المواطنين وخاصة في الماء وفي الطرق اللي هما أساسيين للإقليم وبلا بهم يكونش تنمية. كذلك ما تقوم به أخت فاطمة الزهراء في مدينة مراكش، وقلت حبها لهذه المدينة لا يضاهي إلا حبها لولادها، فما كانت عندها الهم الأول والأخير هو ما تقوم به بمدينة مراكش. ستكون هناك عدة مشاريع مستقبلية استطعت على أنه تخصص ولا بشراكة مع مجموعة ديال الوزراء تخصص تقريبا 1 مليار ديال الدرهم لمدينة مراكش، واللي نتمناو أنه السنوات المقبلة تبان على أرض الواقع إن شاء الله. باش ما نطولش لأن مازال عندنا المؤتمر، باش ما نطولش ونختموا في هذيك، كانت توصل المكتب السياسي، كنتنا توصلنا من طرف المكتب السياسي بالتهنئة لفريق الكوكب المراكشي. ودابا اللي جا دور حانيش، انتم زربانين واش عزيز عليكم هو ولا عزيز عليكم الكلينيك ديالو؟ انا ما عزيزش عليا الكلينيك ديالو، كنمشي عندو عليك التمريض، داكشي علاش قلت لكم احسن ما تمشوش. سي طارق تفضل، سي طارق تفضل. سي طارق غادي ندوزو الان المراحل المهمه، ندوزو واحد ما عرفتش الاخوه ديال التنظيم واحد مقتطف موسيقي، من بعد غندوزو المراحل المهمه اللي هي ديال انتخاب المجلس الجهوي والامانه الجهويه. وكي قال السيد الامين العام على انه راه استطعنا لحد الساعه نديرو ديال 6 ديال الجهات، وغادي نديرو بقات لنا الجهه ديال الدار البيضاء ودرعه غنديروهم في القريب العاجل، من بعد غندوزو الجهات الداخله بفاش نكون في الوقت ديالنا اللي هو سبتمبر، وغنمشيو للمؤتمر في نهايه يناير او بدايه فبراير، ما نتجاوزوش 7 فبراير لقياده اللي خص تقود المرحله المقبله ان شاء الله. وشكرا لكم جزيلا.